حسن سليمان احمد سليمان قميشه من الأبابات مركز اطفيح الجيزه. بالنسبه للمشكله ديت احنا بلد ارياف، اقتصاد البلد كله قايم على مصانع الطوب وعلى السفر للخليج بره، ده اقتصاد البلد، اقتصادنا مش قايم الا على كده. عندنا 5% متوظف وال 95% رزق ورزقك على الله، فكله بيهج يسافر بره، اللي سفر اولاده، اللي سفر نفسه، اللي عمل، اللي سوى كده. فاحنا كنا بنسافر بره وكان لنا ناس، واحنا بلد نعرف بعض اقاليم، كلنا عائلات وفي بيننا وبعض ناس. قالوا احنا بنعمل شركه توظيف اموال اللي هي هتعمل ايه زي الريان يا اخوانا. قالوا لا ده احنا هنعمل مصنع ملابس وهنستورد نجف ونجيب نجف ونجيب مفاتيح كهرباء وحاجات من الحاجات دي. كل واحد بيسافر ملوش مصدر معاش ولا ليه مصدر رزق، فكل واحد بيسيستم حياته بيحط المبلغ بتاعه اللي هو انا وقت ما اقعد من سفري الاقي المبلغ ده يجيب لي معاش في الشهر اكل منه. يعني انا مقضي 35 سنه من عمري سفر بره، الوقت انا مش لاقي اكل، وما ينفعش الوقت اسافر تاني لان انا 57 سنه ما اقدرش اشتغل يوميه. انا ما اقدرش اشتغل يوميه، كل اللي احنا ننتظره الوقت في رمضان اهل الخير ممكن يبعتوا لنا كرتونه. هو وصلنا للحاله دي، احنا وصلنا دفعنا اتنين، انا دافع 2,460,000. خدت ارباح من 2018، خدت 2018 كانوا بيحاسبوا من 17% ل 22%، 18 كانوا بيحاسبوا من 17% ل 22%، كان كل اربع اشهر بيعملوا الدوره كل اربع اشهر كانوا بيحاسبوا 15/1 15/5 15/9 ده كان الحساب بتاعه. جو في 2019 15/9 2019 قالوا نظرا لظروف كورونا احنا نوقف الارباح لان مفيش تجاره ومفيش شغل ومفيش شباب ومفيش رماد. وقفنا. امتى؟ قال لك ان شاء الله باذن الله في شهر واحد. شو ده في 2018 شهر 9 2018 قالوا في شهر واحد. جينا في شهر واحد قال لك اصبر شوي، في شهر 3 شويه، قال لك في شهر 5 شويه، قالوا في شهر 9 2019 خلصت. دخلنا قال لك اخر حاجه 2020 في شهر 3 كل واحد هيكون وصل حسابه. طبعا ده كله تسويف والناس مش عايز تعمل مشاكل. وصلنا لشهر 3 قال لك امكم في العش ولا طارت. ل 2021 اللي هي دي احنا كنا كلنا صبرنا لشهر 3 2021. انت فضلت تتسوف لحد ما وصلنا لشهر 3 2021 ان الكل ياخد. وفي ناس من اهل الخير تدخلت وكلمت مصطفى في كينيا، وانا كلمت مصطفى في كينيا اكتر من 3 ساعات، ولما بتقول له على اي حلول يدفع في